ما دام هي لتوحيد الله فلا بأس به طيب نعم لا. أخيرا كنا في رجب الآن في شعبان وتقربنا بليلة نصف من شعبان وأنا قرأت قرأت في إحياء علم الدين عن باب يقول الغزالي وذكرتم كثيرا عن الغزالي باب ما تكرر بتكرر السنين وذكر الغزالي عن ليلة نصف شعبان وذكر أيضاً عن صلاة الرجب. الرغائب، نعم. الرغائب. وقال الغزالي وقال الغزالي: كتبت عن هذا الباب لأنني أرى غزالي لأنني أرى في زمنه كل الأهالي القدس يعملون به فكيف ترى هذا؟ هل كيف ترى.. راي الغزالي والله بهذا القدر السلام عليكم, عليكم ورحمه الله السلام وحبه. دكتور وهمي فهمي خير, خير. آه طيب فضيله الدكتور فهمي <applause> بارك الله فيكم بالنسبه لسؤالكم الاول ما المسؤول عنه باعلم من السائل ثم ان للحديث في نفسي وقفات حديثيه ليس هذا موضعها لان الكلام يطول لكن بشكل عام لا لا اعلم فهذا من باب الانصاف ان انصف نفسي بان لا اقول ما لا اعلم فلا اعلم من يوصف بهذا الوصف في هذه الايام ومن يمثل هذا التجديد في هذه الايام إلا أن نتمسك برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه ها؟ لعلك يا دكتور فهمي تكون أنت هو لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون يعني لا فلا ف يعني دائما أنا أحاول منهج الفقير في النظر في النصوص بشكل عام هو دائما التأسيس على السنة الصحيحة ولذلك لا أحب أن أقول أن النجاة محصورة بشخص سيأتي وإنما النجاة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء جاء هذا أو لم يأتي سواء كان هناك مجدد أم لم يكن سواء ثبت ذلك أم لم يثبت سواء جاء مهدي أو لم يأتي مهدي وأنا عندي أصلا المهدي يعني <applause> او لعل ذلك يكون لكن على اي حال احاديث المهدي الصحيح منها غير صريح والصح والصريح غير صحيح فحتى نكون يعني حتى نترك الاولويه لكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام لانها صالحه لكل زمان ومكان وهي الاصل الذي يبنى عليه كل شيء ويرجع إليه في كل شيء لا مهدي ولا غير مهدي كلهم يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا نقول لا ننكر قضية المهدي لكن نقول لابد أن نضع الأمور في في مراتبها ال يعني إذا جاء المهدي هل سيأتي بشيء جديد لا كله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لابد من الانتباه إلى ذلك وعدم تعويم تعويم فكرة المهدي أو المجدد على الكتاب والسنة لا الكتاب موجود والسنة موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمامك المباشر الدائم الموجود القريب بالنسبة لك في سنته ووعظه وإرشاده وكل ذلك ما ينف ما يصدك عنه هل يعني حتى لا يظن إنسان أن سي أن هناك شخص سيأتي هو أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من سنته أبدا لكن هل هناك مجددون وهل هناك مجتهدون أو هل هناك لا بد أن هناك أناس يقومون بهذا, بهذا العمل لحديث المسلم ما تزال طائفة لكن من هم الله أعلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يخرج هؤلاء حتى ينصر, ينصر بهم, بهم الدين اما سؤالكم الثاني نسيت الان اه الاشاعره شوف يا سيدي يعني لابد من الانتباه في قضايا العقائد الى البدع يعني الاستحداث في قضايا عقديه او الاجتهاد في قضايا عقديه غير الاجتهاد في قضايا فقهيه من ناحية خصوصا إذا ترتب على الاجتهاد في قضايا عقدية ترتيب آثار مثلا بدعة تثليث التوحيد طبعا يعني يقول بأن التوحيد ثلاثة ربوبية وألوهية وأسماء وصفات هذا كلام من أين جاء يعني أين أصله است... بغض النظر استنتاجي يعني اجتهادي وأنا ما يعني طيب جميل النبي صلى الله عليه واله وازواجه وسلم مكث في مكه ثلاث عشره سنه يدرس الصحابه التوحيد صحيح ما كان هناك لا زكاه لم تكن هناك احكام بعد في الحج كان هناك تدريس توحيد بشكل عام الايات المكيه ايات توحيديه الاحاديث المكيه بشكل عام بدء الوحي توحيد لم يذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم طيلة ثلاثة عشرة سنة كلمة أن التوحيد يقسم إلى ثلاثة توحيد ربوبية توحيد ألوهية توحيد أسماء وصفات بل ولم يذكر ذلك في العهد المدني بل هناك مئة وأربعين ألف صحابي لم يذكر واحد منهم مئة وأربعين ألف ولا واحد ذكر أن هناك التوحيد يقسم إلى ثلاثة ربوبية ألوهية وأسماء وصفات التابعون بالملايين من التابعين وتابع تابعين ما ذكر ليس هناك روايه عن تابعي موقوفه صحيحه او ضعيفه حتى بل موضوعه. تقول ان التوحيد الوهيه وربوبيه واسماء وصفات. اذا تقسيم التوحيد الى هذه الثلاثه تقسيم خلفي بدعي بامتياز. تمام. لا حتى نفهم. حتى نفهم. لا ما ينال الأولى أول ما ذكر عنه هو ابن بطة. الحنبلي، هذا أول ما ذكر عنه هذا هذا التثليث في التوحيد يعني في قضية نرجع للتوحيد ثلاثة، إذا ما دام هو قضية يعني قضية ابتدعت وقيل أنها ابتدعت لتسهيل مفهوم التوحيد. أنا أقول الفقير أن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد اجمل واكمل واحكم واسلم واعلم ما احتاج الى هذا التقسيم تماما قد تقول انت يعني هذا كيل بمكيالين لانك تقول لان الاشاعر يقولون ان هناك عشرين صفه والماتريدية ثماني صفات و ثلاثة عشر صفة كيف تقول هكذا هذا يعني يثبت وهذا لا يثبت ها الإشكال في تثليث التوحيد هذا هو ما يترتب عليه طبعا هو عندي إشكال بشكل عام لأن التوحيد جاء من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وأزواجه تمام فليس لاحد ان يزيد في التوحيد القضيه ليست قضيه اجتهاديه تماما الامر الثاني ان تقسيم التوحيد الى هذه الثلاثه رتبوا عليه امورا منها ان هناك من يوحد ربوبيه ولا يوحد الوهيه مثلا كالذي يتوسل او يرى مشروعيه التوسل بالمخلوق سواء كان المخلوق حيا أو ميتا لأنه المخلوق أصلا مخلوق لا قدرة له ذاتية إنما القدرة بقدرة الله تعالى له إذا قالوا أن الذي يتوسل إلى الله تعالى بمخلوقاته بمخلوقاته هذا كفر من ناحية توحيد ألوهية ولم يكفر من ناحيه توحيد ربوبيه يعني هو يؤمن بان الله تعالى هو الخالق لكن لم يصرف له العباده فهو كافر وموحد في نفس الوقت لكن هو ليس بموحد حقيقي لانه كافر ولذلك قالوا بانه ابو لهب كان موحد لا, لا, لا. طبعا طبعا لانه في سوره الزمر ما نعبدها تقربون الى الله زلفى، يعني هم يؤمنون بان هناك الله الخالق لكن يعني يكفرون في الوسيله الى الوصول الى الله تعالى. فهذا التقسيم ثم اسقاطه على الاشاعره، يعني خلينا حتى نكون صريحين، قالوا بان الاشاعره ينفون صفه العلو الحسي عن الله تعالى. يعني الاشاعره او الماتريديه وليس الأشاعرة الماتريدية فقط وما والماتريدية والمنزهون من أهل الحديث والمعتزلة والشيعة بفرقها والخوارج بفرقها وكل باقي من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني طبعا لا يؤمن بأن الله تعالى في مكان هذا لا يقول به عاقل فضلا عن يعني فضلا عن عالم مكان وأين كان قبل خلق المكان أين كان قبل أن يكون المكان مخلوق أصلا المكان كله مخلوق لله تعالى الله ليس بجسم حتى يكون في مكان فهم إذا كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان من قبل خلق المكان لم يتغير عما عليه كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون ايش يعني كانوا في مكان ايش الكلام أين كان المكان أصلا؟ وحديث البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره. فقالوا بأن الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل التنزيه من أهل الإسلام كفروا لأنهم لم يؤمنوا بصفة العلو الحس الحسي، فهم موحدون في الربوبية لكن كافرين في, في الأولياء. فإذا هذا يعني كأن هذا التقسيم استحدث أنا لا أقول أن هذا موجود في الكتب لكن ما تستشفه مما يكتب عند من يقول بهذا التقسيم البدعي المستحدث الخلفي ليس سلفيا يعني ليس من السلف أو نقول يريدون إسقاطه على باقي المسلمين ممن يخالفهم في قضايا الصفات وفي قضايا التوسل وفي بعض القضايا ليصلوا إلى أنهم كفار حقيقة <applause> يعني الأشاعرة كفروا بالتعطيل وكفر المعتزلة بالتعطيل والشيعة كلهم كفار طبعا بالتعطيل أيضا والإباضية والخوارج كلهم هؤلاء كفار ليس هناك من هو مؤمن إلا من يؤمن بأن هناك توحيد ربوبية هي وأسماء وصفات ثم قضية الأسماء والصفات هذا التوحيد يعني ترتيب الآثار عليه يعني ما هي الأسماء والصفات هل إثبات الصفات نصي أم اجتهادي اجتهادي اجتها... الصفات الخبرية اجتهادي الصفات الخبرية اجتهادي طب تكفر الأمة على اجتهاد يعني عجيب هذا قسمة ضيزة يعني إذا سلمنا أن قولك بالفوقية اجتهاد نخطئك فيه ولا نكفرك به على أننا نؤمن بأن الله تعالى طبعاً منزه عن التحيز والمكان والجهة وإلى آخره من صفات المخلوقين لكن نستعذر أو نقول ما دمت لا يلزم من ذلك تجسيم مثلاً أو تحيز هذا اجتهاد قولك بالفوقية لكن هذا اجتهاد لا يلزم غيرك من المسلمين فضلاً عن أن ترتب عليه تكفير فالقضية إذا هي قضية ترتيب التكفير على من يخالف هذا التثليث في التوحيد وهذا التثليث لم يأتي عن النبي ولم يأتي صلى ولم يأتي عن الصحابة ولا التابعين فلا نحتاج إليه ولو كان فيه خيرا لذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحرص علينا من أنفسنا فما دام لم يذكره فمعناه ليس فيه خير ولا نحتاجه لا لتوضيح ولا لشرح واغنتنا السنه الكريمه المشرفه وقبلها كتاب ربنا عن هذه التقاسيم الفلسفيه البدعيه الخلفيه المذمومه التي تكرس التفرق والاختلاف بين الامه. اعطيني كتاب وسنه، لا تعطيني كلام قال فلان وقال فلان. من ناحية شرح بما لا يرتب عليه تكفير ممكن لكن في التوحيد لماذا ادرس ما لم يدرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه يعني لماذا اضع منهجا لم يضعه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه واستخدم الفاظ لم يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته كلهم ولا التابعين كلهم طيب لماذا؟ لماذا أحشر في علم التوحيد الذي ينبغي أن يكون هو يعني أصفى العلوم من ناحية ولاء للنص والالتزام بالنص أحشر فيه اجتهادات وأرتب عليه آثار لماذا؟ الأفضل يا سيدي كما قال اللقاني في الجوهرة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف خلينا نرجع الكتاب والسنه في قضايا توحيديه لا ان نرتب عليها شيئا لا يمكن الوسطيه ما بين اثبات ان لله يدين اثنتين حقيقيتين او لله عينين اثنتين حقيقيتين وما بين ان الله تعالى وتعالى كما قال الطحاوي السلفي وتعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وين التوفيق بين هذا؟ لا تحويه الجهات الست ولا كذا وهنا يقول لا ان الجهات الست تحويه او انه في جهتي كذا في جهه فاذا التوفيق صعب لكن التكفير لابد من الانتباه. فلا يعني مذهب الفقير لازم المذهب ليس بلازم. ليس بلازم لازم المذهب ليس بلازم لانه منهم من يقول ب... بالفوقيه كاثبات ثم لا يقصد منها التحييز ولا التحيز ولا يقصد منها التجسيم ولا يقصد منها كذا فهناك مجالات كثيره لابد من الانتباه اليها ثم الاستعذار بالدليل هناك فرق ما بين ان نستعذر بفهم خطا او بتاويل للدليل وما بين التكفير التكفير اشكال لكن ان ان أن أنتهج منهجا في تدريس العقائد بكلمات ومفردات ومصطلحات مستحدثة الأفضل الأثر الله أعلم آه هذا بالنسبة لسؤالكم الثاني لا أذكر السؤال آه بالنسبة لفضائل النصف من شعبان آه ورجب آه الفقير لي مؤ... لي مؤلف او رساله صغيره حديثيه في البيان لما جاء في فضائل النصف من شعبان هكذا اسميتها وعندي ان الاحاديث التي جاءت في النصف من شعبان يعني هناك لعله افضل ما يروى في ذلك ما ذكره الخرائط في المساوئ بسند حسن لغيره قد كنت حسنته في الماضي لذاته لكني تراجعت عن تحسينه لذاته وانما هو حسن لغيره نعم ويروى طبعا عن السيده عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وعن علي وغيرهم من الصحابه روايات كلها ضعيفه الا ان بعضها يعني قد يصل بارك الله بكم أستاذ آه قد يصل مع هذا الحديث آه إلى الحسن لغيره نعم يعني نعم يرتفع إلى الحسن لغيره وعندي يعمل به في الفضائل نعم دون إلزام يعمل به في الفضائل أن ليلة النصف من شعبان يغفر الله تعالى بها يطلع الله تعالى على الى خلقه في ليله النصف من شعبان فيغفر للخلق الا لمشاحن او كذا ما جاء في الروايات فهذا لا باس به بشكل عام وروى طبعا في اخبار مكه وغيرها ما جاء بروايات يعني صحيحه ان هذا كان فعل السلف في حتى القرن الثاني الهجري نعم مما ذكره طبعا الامام الغزالي رحمه الله تعالى آه هذا اذا اقول ان فضائل يعني فضيله النصف من شعبان اصلها موجود والحديث والاحاديث فيها كلها ضعيفه الا واحد لعله او اثنين وهما يعني لا يرتفعان الى الحسن لذاته وانما الحسن لغيره هكذا فلا اشكال في ذلك في اثبات الفضيله لها طبعا ايضا بالعموم العموم عموم النصوص تفيد إلى فضائل نصف الشهر نعم أهل القدس نعم. نعم يعني هذا يصلح للاستئناس لا للتأسيس استئناس لا تأسيس التأسيس لا بد أن يكون للنص أما ما يفعله بعض الناس أو عمل اهل القدس او عمل اهل المدينه او كذا هذا عندي عند الفقير يعني للاستئناف مفهوم تمام يعني للاستئناس لا التاسيس لابد ان يكون بالنص لابد ان يكون هناك حديث او ايه قبل الحديث ما دام هناك الحديث والحديث حسن لغيره لا باس في ذلك اذا يعني لا اعتراض لا ينبغي ان يعترض على من يعتقد فضيله للنصف من شعبان كذلك لمن ينكر ذلك لان الحديث الضعيف او الحسن لغيره غير ملزم اما بالنسبه لما يقال فيها بالنسبه لادعيه خاصه او لصلاه خاصه لا يصح في ذلك حديث ابدا والله تعالى اعلم يعني روايه الاحاديث كلها في ذلك ضعيفه لكن هناك مذهب للعلماء تماما فاذا انا اقول اثبات الخاصيه او الخصوصيه لليله النصف من شعبان ثابت وطبعا الحديث حسن لغيره لكن ثابت له اصل تماما لكن ما يعمل في هذه الليله هذا ضعيف باطلاق لا يصح عندي فيه شيء لم تصح فيه ولا روايه واحده فهل يعمل بالفضائل آه هل يعمل بالضعيف في الفضائل؟ يعمل بالضعيف في الفضائل بتحرز ودقه وعدم آه عدم صبغ عدم صب صبغه بصبغ بصبغه سنه او مندوب او صبغه فرض، لا باس في ذلك اذا. والله اعلم. جميل. جميل. جميل هذا 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 جميل جدا. كما قل يعني شوف ما دام القضية هي قضية على, على الأقل ما يقال على أقل ما يقال فيها أنها مباح أقل ما يقال في هذا طبعا شوف الإمام الشافعي ذكر ليلة النصف من شعبان ذكرها في كتابه في الأم أنه ما من ما يحيى في الليل قول الإمام الشافعي فهذا قبل يعني قبل قول الغزالي الإمام الشافعي من أئمة السلف اذا فقال من ما مما يحيى في الليل يعني الليلة العيدين وليله نصف من شعبان مع ان الحديث في في, في الليلتين وفي العيدين وفي نصف من شعبان حديث لا لا تصل لا ترتقي الى الصحه وهذا عندما نصل الى الجنه ان شاء الله نسال الشافعي <تصفيق> <تصفيق> نعم الشافعي حالة حالة إيه امام تمام نعم تمام تا. هذا كلام جميل للاستئناس التأسيس للكتاب والسنه تمام طبعا امامنا الشافعي امام جليل عظيم امام اهل السنه بلا منازع طيب طيب يرفض من يرفض يعني يرفض من يرفض كل له هواه ومحبه ونحن ما دام هناك نص يعني لا يمكن ان يقال انه لم ترد في فضائل النصف من شعبان روايات ابدا موجوده وكثيره كثيره جدا ومنها ما هو حسن لغيره ومنها ما صح ما حسنه وصححه الالباني رحمه الله تمام فاذا وصححه غيره من الائمه على يعني أنا لا أعتقد أن هناك حديثا صحيحا فيها لا يصح منها شيء لكن يرتفع إلى الحسن لغيره جيد الحسن لغيره جيد لا بأس يعني اعمل به يا أخي بدون دون, دون دون إلزام واجمع الناس وعرفهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون ذلك إلزاما لا أو لا يكون لا تكن له صبغة سنة أو فرض أو غير ذلك تمام هذا من على الأقل هو من باب المباح على الأقل إذا لم نقل شيئا ليس هناك أي رواية ولا قول للأئمة ولا 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 شيء طيب هذا من باب المباح يا أخي يعني وذكرهم بأيام الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يعني هذا أعمال الخير مفتوحة بإطلاق لا تقيد ما دمنا لم نلتزمها يعني كفريضة أو كسنة منصوصة والله أعلم سيداتي وسادتي الكرام والآن قد وصلنا إلى نهاية الجلسة وأخيرا نشكر مرة أخرى العلامة الشيخ المربي الدكتور محمد بن يحيى الناوي على تفضله بحضور إلى هذه الجلسة العلمية ونسأل الله أن ينفع الله به الأمة وأن يجزاه الله وأن يجزيه الله عنا خير الجزاء ونشكركم جميعا على الحضور والتفاعل ونختتم هذا هذا اللقاء بقراءة تسبيح كفارة وسورة العص بسم السلام عليكم ورحمة الله <applause>